السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي. هنراجع مع بعض النهاردة يونت 9 الوحدة 9، أهم الكلمات اللي كانت موجودة في يونت 9، كلمات words: حلوى candy، عصير juice، مياه water أو water. قلنا قبل كده إن حرف التي لو جيب حرفين متحركين بننطقه دي water، ايس كريم ايس كريم، فشار بوبكو، شيبسي تشيبس. اهم التعبيرات اللي كانت في يونت 9 الاكسبريشنز: تقال عند الدهشه ما المشكله واتس رونج، لقد تاخرنا من فضلك اسرعي، وير ليت بليز هاري، لا استطيع ان اقرر اي كان ديسايد. الفونكس تايم الصوتيات اللي كانت في يونت 9 كانت مركزه على اللونج اي والشورت اي. عندنا بعض الحالات او ثلاث حالات لحرف الاي بننطقوا فيهم لونج اي ويردز: حرف الاي لما يجي بعده اي، وحرف الاي لما يجي بعده حرف ساكن وفي نهايه الكلمه حرف الاي، وحرف الاي لما يجي بعده واي. دول ثلاث حالات بننطق فيهم حرف الاي لونج اي، بنطول فيه شوي. ألم أو وجع pain، مطر rain، عصا أو عكاز cane، بحيرة lake، يخبز bake، يوم day. short a words: حرف الاي بقى short، قصير في النطق بتاعه، حرف الاي بيجي في أول الكلمة أو تكون كلمة one syllable، مقطع واحد، ويجي حرف الاي في منتصف الكلمة. جرى في الماضي ران، رجل مان، علبة كان، طاسة بان، ظهر باك، حرف السي والكان انطقهم كي باك، نملة انت. الجرامر اللي كان في يونت 9 اللي كانت بعنوان ان ذا شوب كان مركز على الفعل عنده او يمتلك اللي هاف وهاز. الاثنين بمعنى واحد، هاف بمعنى يمتلك وهاز بمعنى يمتلك. بنستخدم الفعل هاف وهاز بمعنى عنده او يمتلك ويكون كالاتي: في الاثبات اي يو وي ذي، والاسم الجمع بتيجي مع هاف، هي شي ات، والاسم المفرد بتيجي مع هاز. اي هاف جوس، انا امتلك عصير. ذي هاف تشيبس، هم يمتلكون شيبسي. شي هاز كاندي، هي تمتلك حلو. ده الكلام ده في الإثبات في البوزيتيف. أما لو كان في النفي في النيجاتيف: I, we, you, they، والاسم الجمع بننفيهم بـ don't have، he, she, it، والاسم المفرد بننفيهم بـ doesn't have. خلي بالك إن إحنا ساعات كتير أولاد بيتلخبطوا، بعد doesn't بيجيبوا has، لا doesn't بيجي بعدها have. اعرف على طول إن don't و doesn't بيجي بعدهم الإنفينيتيف مصدر الفعل. مصدر have هو have، ومصدر has have. الإكزامبلز الأمثلة: You don't have popcorn. She doesn't have water. We don't have ice cream. عندنا بعض الاختصارات: don't اللي هي do not، doesn't اللي هي does not. كده يبقى عملنا ريفيو سريع على يونت 9 أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي لمنهج Time for English. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة، سبسكرايب، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويسيب تعليق تحت عندك تحت الفيديو بحيث لو عندك أي سؤال نتواصل مع بعض. Thanks for your time. شكرا على وقتكم. Bye bye.